السلام عليكم، أهلا فيكم بأول فيديو من سلسلة المشين ليرنينج والديب ليرنينج. اليوم رح نبلش بشكل عملي وناخذ أول خوارزميات المشين ليرنينج اللي هي اللينير ريجريشن. قبل ما ندخل بأي خوارزمية لازم نحن نقدر نعمل كونفيجريشن للبيئة اللي نقدر نشتغل عليها اللي هي البايثون. فأول شيء نحن ممكن نحتاجه مثل ما حتشوفوا معي هون على الشاشة اللي هو شيء اسمه أناكوندا. أناكوندا هي عبارة عن بيئة تطوير البايثون. طبعا في بيئات كثيرة الأناكوندا هي بتسهل عليكم وبتسهل الشغل عليكم، ففينا نحن بسهولة ننزلها للأناكوندا. بنفوت على موقع anaconda.com، بنعمل داونلود للإنديفيدوال إديشن. لما بنعملها داونلود وخلص عملت انستول وكل شيء، فينا نحن نفوت على أناكوندا. من هون بنلاقيها أناكوندا نافيجيتور، بتطلع عنا نافذة مثل هي النافذة. بنلاحظ انه في كذا ابلكيشن بقلب النافيجيتور. اشهر ابلكيشن هو شيء اسمه جوبيتر نوتبوك، مشهور كتير بعالم البايثون. في عنا كمان الباي تشارم، وفي عنا اي دي اي اسمه سبايدر. هذا الاي دي اي اللي انا بفضله، هذا الاي دي اي اللي نحن حنشتغل فيه او انا حاشتغل فيه بكل هالسلسلة هاي اللي حنبلش فيها. اذا بنعمل لانش للسبايدر بيطلع عنا IDE بهذا الشكل، هيك شيء. طبعا يختلف الثيم تبعه حسب البايثون اللي انتو نزلينا، بايثون 2.7 ولا 3.6 ولا 3.8 اللي هي. طيب بقلب الكود تبعنا حنحتاج نحن لكذا library. اهم libraries اللي حنحتاجهم هي library اسمها numpy، library اسمها matplotlib، library اسمها pandas، واللايبرري اللي اسمها scikit-learn او sklearn. طيب كيف نحن بنقدر ننزل هدول اللايبرريز لانه ما بيكونوا نازلين عاده معنا؟ فينا نحن نفوت هون ونكتب اناكوندا، بس ما نفوت على الاناكوندا النافيجيتور، نفوت على الاناكوندا برومبت. لما بنفتحها بيطلع عنا شاشه بهالشكل هذا. فينا نحن نستخدم شيء اسمه باكج مانجر، بسموه بعالم البايثون اللي هو البيب. فينا ببساطة نستخدم pip، بعدين نكتب install ونكتب اسم المكتبة اللي نحنا بدنا ننزلها. مثلا مكتبة الماتبلوتليب فينا نحنا ننزلها بهالشكل هذا. نكتب pip install او pip3 install matplotlib. بنشوف انه انا عندي اياها نازلة، فهو already قال لي انه requirement already satisfied، يعني ما في داعي تنزلها. بننزل المكتبة الثانية اللي نحن ممكن نحتاجها اللي هي مكتبة numpy. كمان قرر قال لي انه already satisfied. المكتبة الثالثة اللي نحن حنحتاجها لليوم هي مكتبة scikit-learn او sklearn بسموها. كمان فينا ننزلها بنفس الطريقة. غالب المكتبات تبع البايثون فينا نحن ننزلهم بنفس الطريقة اللي هي عن طريق pip اللي هو الباكت مانجر. طبعا إذا كنتوا أنتوا عم تشتغلوا على بايثون 2.7 حتكتبوا بس pip install وبعدين اسم المكتبة، بينما أنا عندي البايثون هي 3.6 أو 3.8، فأنا حأستخدم pip3 install وبعدين اسم اللايبراري. طيب خلينا هلأ نفوت نحن بتفاصيل الخوارزمية اللي نحن بدنا نشتغل عليها اللي هي linear regression. خلينا بس نحن نفهم بشكل سريع شو هي اللينير ريجريشن. طيب خلينا نشوف مع بعض. نحن عادة بيكون عندنا مثلا مرضى عم بيعانوا من مرض معين، ولربما هذا المرض يكون مرتبط بشيء عادة صحية مثلا هن عم يعملوها، أو عوامل خارجية مثلا هن مأثر عليهم لذلك هن صار عندهم هذا المرض. مثلا على سبيل المثال مرض السكري ممكن يرتبط بكذا شغلة، اللي هي مثلا ممكن تكون العادات الصحية اللي عم يتبعها هذا الشخص، عم ياكل سكر كتير، ما عم يهتم بغذائه كتير، ما عم يلعب رياضة كتير. ففي عوامل كتير ممكن تأثر على مريض السكر وتخلي المرض إما يزداد، أو حتى إذا المريض ما عنده مرض أو الشخص ما عنده مرض السكر ممكن يصير عنده مرض السكر. فمثلا على سبيل المثال هون نحن بمثالنا اليوم حنربط بين المرض السكر والبي ام اي اللي هي بودي تو ماس ريشيو، قديش الكتله العضليه اللي عنده هذا الشخص، وممكن يكون في رابط بين الكتله العضليه
وتطور مرض السكر ممكن تكون مثلا لأشخاص اللي هن عندهم دهون أكثر، معناتها هن ما عم يتبعوا نمط حياة صحي معين ولذلك صار عندهم مرض السكر. باختصار نحن حنحاول نفهم اللينير ريجريشن من خلال المثال هذا اللي هو بيربط بين الديابيتيز مرض السكر أو نسبة السكر مع ال بي ام اي اللي هي بودي تو ماس ريشيو الكتلة العضلية. طيب إذا نحن بنرسم النقط اللي هن بيربطوا بين الديابيتيز والبي ام اي حنشوف شكل معين مثل هذا اللي حيطلع معنا هلا على الشاشه. هاي النقاط اللي بتمثل كل بودي تو ماس ريشيو قديش نسبه الديابيتيز او قديش الرقم المعبر عن الديابيتيز. طيب اذا نحن بدنا نخلي الكمبيوتر يتعلم من هاي الداتا اللي عندنا اللي هي الديابيتيز والبودي تو ماس ريشيو، لازم نحن ما نخلي يحفظ هدول القيم، يعني لازم نحن ما نخلي يحفظ انه كل body to mass ratio هي عندها نسبة سكر كذا، كل body to mass ratio عندها نسبة سكر كذا. لازم نحن نفهمه ونخليه يفهم كيف الرابط او شو الرابط بين هي وهي. وبالتالي نحن ما لازم نعطيه هاي النقط ونقول له احفظها، لازم نعطيه هاي النقط ونقول له تعلمها. linear regression بيساعدنا انه نحن نعمل هذا الشيء. فاللينير ريجريشن بيخلينا نعرف نعلم الكمبيوتر بدل ما نحفظه. يعني اذا بتلاحظوا معي هاي النقط بيطلع عليها الواحد من بعيد ممكن نعبر عنها نحن بخط مستقيم مثل هالشكل هذا. صح هالخط المستقيم ما حيكون دقيق 100%، لكن هو عم يعبر لي الى حد ما عن العلاقه بين البي ام اي والسكر. وبالتالي إذا نحن قدرنا نلاقي هذا الخط اللي هو هذا هو الشيء اسمه linear regression، إذا قدرنا نقدر نلاقي هذا الخط وقتها الكمبيوتر بيقدر نعطيه نحن أي value لل BMI لل body to mass ratio، وهو بيقدر يعمل لي prediction، يعمل لي توقع شو ممكن تكون نسبة السكر عند هذا المريض. ما حيكون دقيق 100%، ولكن حيقدر يتوقع حتى ولو هو ما معلمينه نحن هي القيمة بالذات، نحن معلمينه قيم قريبة، لذلك هو تعلم من هذيك القيم وحاول يعمل استقراء للقيم الجديدة. هلأ هاد المستقيم إذا نحن بنتذكر بالإعدادي هاد المستقيم له معادلة، وهي المعادلة بيتعبر عنها بشغلتين اللي هي ميل هذا المستقيم وتقاطعه مع محور العينات أو الواي. تمام؟ نحن اختصرنا كل هاي الديتا اللي هي ممكن تكون آلاف من النقاط أو حتى ملايين أحياناً بـ two parameters، الميل تبع المستقيم والتقاطع مع محور العينات. مثل ما شايفين هون الميل معروف انه هو فرق العينات على فرق السينات، يعني فرق الوايز على فرق الاكسس. وهيك بنكون نحن اختصرنا كل هالمعلومات هاي، بدل ما نحفظه اياها للكمبيوتر علمنا نحن كيف يقدر يستفيد من هاي المعلومات وهي النقط تبع الداتا. واحد ممكن يقول لي انه طيب معقول بس الديابيتيز بيتاثر عليه بالبي ام اي، ممكن يكون في عامل ثاني، مثلا ممكن يكون في عامل الرياضه، ممكن يكون في عامل الجندر، ممكن يكون في عامل العمر، ممكن يكون العمر هو عامل كمان حاسم بهذا الشيء. انا بقول له صح، ممكن يكون في عندنا عده عوامل، لكن كل عامل بنضيفه نحن بيزيد تعقيد السبيس او الفضاء تبعنا تبع التعلم درجة. فمثلا إذا كان عنا عاملين بدل عامل واحد، فبصير عنا نحن التعبير عن هذا الشيء بده يصير بال 3D space، يعني ثلاث محاور، محور هو البي ام اي والمحور الثاني هو العمر مثلا، وبصير توزع النقاط بدل ما يكون على مستوي بصير بالفراغ. حتقلي طيب ممكن يكون في عامل رابع وخامس وسادس، هقول له طبعا ممكن يكون في عامل عاشر و11 و12 و100، والفضاء هيك بيتعقد وبيتعقد، وما بنعود قدرانين نحن نعمل له فيجواليزيشن ونرسمه ونشوفه قدامنا. نحن بعد الفضاء الثلاث ابعاد ما فينا نتخيل او ما فينا نشوف، ولكن الكمبيوتر قدران يقدر يعمل هي الكورليشن، هذا الترابط بين العوامل الثانيه اللي هي ممكن تكون مثلا 7 8 10 والعامل الاساسي اللي نحن عم نبحث عنه. هلا نحن نظريا فهمنا شو هو اللينير ريجريشن. طيب نحن كيف حنقسم الكود تبعنا؟ غالبا حيكون مقسم الكود تبعنا بالماشين ليرنينج بشكل عام وحتى بالديب ليرنينج.
لبلوكات. اول بلوك على طول بيكون هو imports، بكون نحن عم نعمل imports للمكاتب، يعني مكتبة الماتبلوتليب، مكتبة scikit-learn، مكتبة الباندز، مكتبة النمباي، اي مكتبة نحن ممكن نحتاجها ممكن نعمل لها import. بعد مرحلة الimport نحن بدنا نعالج الداتا تبعنا، الداتا اللي هي النقط اللي شفتوها انتو البي ام اي والديابيتيز، وممكن يكون في شغلات تانية اللي هي الايج والسكس والى ما هنالك. فلازم نحن نقدر نعمل داتا هاندلنج. بعد منا بنقسم الداتا تبعنا لترينينج وتستينج. الترينينج هي الداتا اللي بيتعلم منها او من خلال الكمبيوتر، والتستينج هي اللي ما بيشوفون الكمبيوتر خلال مرحلة التعليم، ولكن نحن بنحاول نقدر نختبر الخوارزمية اللي عملنا لها فيتنج ودربناها على داتا هي لسه ما شافتها خلال مرحلة التدريب، وهيك نحن بنقدر نحكم هل خوارزمية هي تعلمت او لا. فبنقسم نحن الداتا تبعنا لترينينج وتستينج. لسه بنشوف بكره ان شاء الله بالديب ليرنينج حنقسم الداتا تبعنا لترينينج وفاليديشن وتستينج. بالماشين ليرنينج عاده ما في داعي، نحن بنستخدم على طول ترينينج وتستينج. بعد منا في عنا الموديل سيلكشن. الموديل سيلكشن هو عبارة عن الالجوريثم سيلكشن، يعني هل نحن لازم نستخدم هلا لينير ريجريشن، ولا لازم نستخدم سبورت فيكتور ماشين، ولا لازم نستخدم كي نيرست نيبر، ولا 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 حسب بقى. ممكن نحن نختبر كذا خوارزمية وبعدين ننقي الافضل، وممكن نحن نعرف من خلال خبرتنا شو الخوارزمية اللي بتشتغل معنا بهي الداتا سيت وبتعطينا احسن النتائج. بعد ما عملنا الموديل سيلكشن نعمل موديل فيت، يعني هو تدريب الموديل على هاي الداتا للتريننج. بعد ما عملنا موديل فيت بنعمل موديل بريدكت، يعني منجيب التست داتا، وقلنا لكم انه نحن الداتا بنقسمها لتريننج وتستينج. التريننج بنستخدمها بالموديل فيت، والتستينج بنستخدمها بالموديل بريدكت. بعد ما عملنا موديل بريدكت بصير نحن بدنا نعمل شيء اسمه statistics، احصاء. لازم نحن نستخدم الاحصاء والقيم الاحصائية حتى نحكم على الخوارزمية تبعنا إذا اشتغلت منيح وعطتنا الأكيوريسي اللي نحن بدنا إياها، والقيم اللي نحن عم ندور عليها، قيم البرفورمانس والقيم الأكيوريسي وقيم الدايس سكور والإف ون سكور والزي سكور وإلى ما هنالك من قيم إحصائية. طيب هيك نحن بنكون اختصرنا شو حنساوي بكل شيء ماشين ليرنينج ألغوريثمز من هون لحتى يخلص معنا الكورس. ففي عنا imports, data handling, model selection, model fit, model predict وstatistics. أنا بظن لهون بكفي لفيديو اليوم. أخذنا النظري تبع linear regression وعرفنا شو هو وكيف نكتب الكود، المراحل تبعه، والفيديو الجاي إن شاء الله بنكتب الكود بشكل عملي، واستنونا الفيديو الجاي.